خلاص يعني هذا الرجل يجب ان يرحل، واضح انه غير سوي، واضح ويتحدث كطبيب يعني غير سوي، غير ما هوش مكانه، ما هوش محله، ما لا يقود دوله، هو ما نجمش يقود يعني ديبارتمون يونيفرسيتير معناها في الجامعه باش يقوم دوله، هذا معقول هذا؟ وهنا الناس ما تفهمش معناها انه رئيس دوله لازم يكون عنده خبره، عنده تجربه، عنده كذاش. هذا الرجل وقت اللي يخرج شو يعمل؟ شو اللي يعمل؟ انا نحاول نقول لك اللي من الناحيه الطبيه انا كطبيب مره اخرى اعتبره مسؤولا عن موت لا يقل عن 20,000 تونسي. الناس هذا ما تعرفش، ناس سبق يعني للاسف الشديد من غير ما تعرف. اذا خليني نرجع للان يعني الشعب المواطنين لازم يكون كل الاطراف، لازم تجيه من كل الاطراف 100,000 200,000 باش ننتهيوا من هذه المأساة ونعاودوا نحطوا القطار على السكه ونعاودوا نبنيوا دوله قانون المؤسسات.